باب منيح. افتحي وسلي بسرعة. طولي بالك. اقري اقري بسرعة. نسرين يا نور عيوني، كم أنا سعيدة الآن لأن الله وفقني في زرع السعادة لأعبد لك طريقك. عظيم عظيم كتير. شو الأخبار يا صلاح؟ الأخبار مثل ما توقعنا سيدي. شو ظهر شيء جديد بالجو؟ نعم سيدي، ظهر متهمة جديدة. واعترفت بالجريمة؟ طبعاً اعترفت،